نحتفل بالدورة 24 لمهرجان اتحاد إذاعات الدول العربية بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية التونسية بطبيعة الحال. هو عرس الإذاعة بصفة عامة، وكما تعرفوا دور الإعلاميين هام وهام جدا. النقطة الثانية هو عمل عربي مشترك، تونس تعرف دائما تدعم العمل العربي المشترك في كافة المجالات، والأهم من هذا الكل أن شعار الدورة هو نصرة الشعب الفلسطيني الصامد. وهذاك علاش الدورة، وما نجموش ما نحطوش الدورة هذه تحت الشعار هذايا نظرا لما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من حرب إبادة. وأردناها كذلك تحية منا إلى صمود الشعب الفلسطيني. من جانب الجوانب الفنية، كما تعرفوا الإذاعات ووسائل الإعلام الحديثة، حبينا نراو كيفاش الدول العربية ثم تفاوت الحقيقة في إدماج التكنولوجيات الحديثة، وكما تعرف توا ثم الذكاء الاصطناعي. وإن شاء الله الاتحاد باش يحاول مع المسؤولين اللي يقوموا عليه أنه توفقوا في إيجاد آلية لتمكين كافة الدول العربية بطبيعة الحال من الولوج لهذه التقنيات التكنولوجيات الحديثة نظرا للأهمية نتاعها. كما تعرفوا الحروب بين ظفرين الموجودة تو على الساحة مش حروب فقط نتاع ذخائر، لكن حرب إعلامية بامتياز. وريتوا في الحرب شن الكين الصهيوني على فلسطين، العدد بتاع الصحفيين اللي وقع اغتيالهم يفوق العدد بتاع الصحفيين اللي وقع اغتيالهم في الحروب الكل. وهذا دليل على أهمية العمل الصحفي في توثيق الحقائق، وخاصة خاصة باش يكون بموضوعية. وهذا اللي نتمناو بطبيعة الحال للصحافة العربية بصفة عامة. أولا طبعا هذا التجمع وهذه التظاهر الإعلامية الكبيرة تعكس أولا حجم الدور الذي يلعبه اتحاد إذاعات الدول العربية، ويعكس أيضا نجاح دورات المهرجان ودورات المعرض التكنولوجي. لدينا أكثر من 100 شركة مشاركة من دول العالم المختلفة، وأيضا هناك حضور كما رأيتم البارح في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بالحضور الكبير. هذا الحضور وهذا الزخم يعكس دور مهم جدا للإعلام ولصناعة الإعلام. إحنا كإعلاميين الآن وكصناعة الإعلام تواجه تحديات كبيرة، تواجه تحديات تقنية، تواجه الذكاء الاصطناعي، وأيضا متطلبات كيف نواجه هذا التحدي. الآن استغلينا فرصة هذا التجمع الإعلامي وعملنا أيضا ندوات وورش عمل تناقش كيفية ممكن للإعلاميين أن يواجهوا هذا التحدي. سعيدين بهذا الزخم الكبير، يمكن عدد ضخم جدا من الإعلاميين يتواجد من صناع المحتوى. حرصنا في المعرض التكنولوجي أن يكونوا مشاركين سواء شركات إنتاج وصناع محتوى وشركات تقنية، وهذا الحقيقة يعطينا تفاؤل إن إحنا هناك استمرارية ورغبة في تحقيق النجاح. نحن نؤمن أن فرص المستقبلية جيدة، والزخم الذي حققناه حتى هذه اللحظة يعكس نجاح جيد، لكن طموحنا أكبر وننظر للمستقبل وللعام المقبل بنجاحات أكبر إن شاء الله.